السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطلبتنا الأعزاء خلي أعيد هذا بس حتى يصير محاضرة مرتبة يعني مرأسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطلبتنا الأعزاء، اليوم سنأخذ أحد تطبيقات المنظومات الهيدروليكية، ألا وهو دوائر التوجيه الهيدروليكي. طبعا بشكل عام دوائر أجهزة التوجيه بالساحبات الزراعية بالسيارات القديمة كانت تختلف عن ما هي عليه الآن. في السابق كان منظومة الاستدارة لا تحتوي على جهاز هيدروليكي، كانت تعتمد بشكل أساسي على الجهد العضلي للسائق. تتكون ببساطة شديدة من، هنا يقول لك ترس لولبي أو حلزوني اللي هو هذا، طبعا يكون إما هذا شكل بهالشكل هذا أو يكون بشكل ترس لولبي، موجود عندنا عدة أنواع بالورشة إن شاء الله راويكم إياها عندما نداوم بالجزء العملي يوم الأربعاء. وهذا الترس اللولبي أثناء تدوير المقود أو عجلة المقود راح يدور لي هذا الترس المستقيم، يسموه الراك أو يسموه بالسوق يعني يسموه مشط ستيرن. هذا من يدور راح يدفع لي إما العتلة بهالاتجاه فيدور لي الإطارات بهذا الاتجاه، طبعا هاي مجموعة من العتلات والمفاصل زين، وإما يدور ليها بهالاتجاه. هذا كان سابقا اللي معمول به. طبعا هذا من مساوئ أنه يحتاج إلى جهد عضلي، يعني يحتاج إلى شلون نحن نقول قوة كبيرة لغرض الاستدارة. أما بعد ما تطورت المنظومات الهيدروليكية و أصبحت في متناول اليد، فصار عندنا أيضا دخلت المنظومة الهيدروليكية في هذا الجهاز. شلون دخلت؟ أنه بقى هو هذا التصميم نفسه، لكن أضافوا إليه، هسه خلينا نقلب إلى الصفحة الثانية، أضافوا إليه أنه يكون عندنا مكبس أو أسطوانة هيدروليكية مزدوجة الفعل. أسطوانة هذه تشوفوها، هاي أسطوانة هيدروليكية مزدوجة الفعل وبداخلها أكو مكبس. هذا المكبس من الطرفين يحتوي على ذراع وليس من طرف واحد، يعني هذا هو المكبس، من هذا الطرف بي ذراع ومن الطرف الآخر أيضا عندي ذراع. زين، المكبس هذا بي من متصل؟ متصل بكونترول، جهاز كونترول أو صمام توجيهي. هذا الصمام التوجيهي يسموه روتيشنال فالف، يعني صمام شلون نقول يعني يشتغل بالتدوير مو بالعتلات، اللي شلون احنا قلنا الصمامات اكو اغلبيتها بالعتلات او زر ممكن واحد يضغط عليه، هذا لا، عن طريق التدوير ممكن يفتح لي مسار. هذا طبعا مضخه، نعم مضخه عندي، يفتح لي اما مسار المضخه يفتحه ويا هذا الجزء راح يندفع المكبس بهذا الاتجاه، راح يندفع بهذا الاتجاه. يعني هاي من المضخه يجي الزيت يدخل الى الكنترول، من الكنترول يتوجه الى وين؟ الى هذا الجزء، راح يندفع بهالاتجاه. واما بالعكس اثناء التدوير المعاكس راح هذا الجزء يربط لي، طبعا الطرف الاخر بمن يرتبط؟ بالحاله الاولى راح يرتبط بالخزان، يرجع وين؟ الى الخزان. فد لحظه رجع، اي مضبوط زين. بالحاله المعاكسه شنو يصير؟ بالحاله المعاكسه يعني اثناء التدوير، يعني هاي العجله المقود من دورها بالاتجاه المعاكس راح يصير عندي العمل مختلف. راح يصير شنو؟ راح يتوجه الزيت من المضخه الى الكنترول، من الكنترول راح يرتبط بهذا الطرف فراح تندفع بهالاتجاه زين، وهذا راح يرجع لي الزيت عن طريق الكنترول الى الخزان. بهاي العملية شنو اللي صار؟ انه مو فقط الجهد العضلي للسائق هو اللي دي يساهم بعملية تدوير العجلات، لا، اكو عندنا عامل مساعد اخر وهو الاسطوانة، ضغط الزيت داخل الاسطوانة. الزيت ايضا دا يندفع بالاتجاه المرغوب به، وبذلك دا يساعد على عملية تدوير المقود. ولهذا تشوفون بالسيارات الحديثة معظمها او اذا مو كلها طبعا يعني تحتوي على جهاز تدوير هيدروليكي، ولهذا شوف الاستيرن مالتها او المقود يكون الفره مالته اسهل من السيارات القديمه. فببساطه هو من ايش يتكون منظومه التوجيه الهيدروليكي؟ تتكون لي من بامب وخزان للزيت. خزان للزيت يصير مثل شلون نقول
شلون الدبه مال الماي مال السياره بعد اصغر، يعني فد خزان بسيط يحتوي على كميه من الزيت، ومضخه ايضا تاخذ حركتها مين؟ تاخذ حركتها من المحرك، محرك السياره او محرك الساحبه او محرك اي اله زراعيه او اي اله ثقيله او غيرها، عن طريق سير ناقل، يعني بكرات وسيول ناقله تاخذ حركتها. دارت المضخه راح تضخ لي الزيت الى الكنترول، اذا صار عندي خزان ومضخه وصار عندي كنترول، هذا الكنترول يسموه روتيشنال فالف، هو ايضا نوع من انواع الصمامات التوجيهيه. هذا الصمام راح يربط لي المضخه والخزان، يربطها بطرفي الاسطوانه. هذا الجزء يبقى هو شغال، هذا مثل القديم اللي هو الراك والبينيون، هذا الترس اللولبي وهذا الترس المستقيم موجوده. طبعا اكو بعض اجهزه التوجيه تكون فول هيدروليك، يعني ما بيها هذا الشيء. طبعا هو اللي يفضل النظام اللي بيه جزء هيدروليكي وجزء ميكانيكي، هذا الجزء الميكانيكي والجزء الهيدروليكي هذا اللي اتكلم. ليش؟ لانه في بعض الاحيان يحدث فشل في المنظومه الهيدروليكيه لسبب او لاخر، يعني صار عندي تسريب الزيت مثلا، من يصير تسريب الزيت يعني ينتهي من الخزان ما عندك زيت، فشون راح تشتغل المنظومه بدون زيت؟ راح تتوقف عن العمل، او المضخه صار بها فد عارض، انقطع القايش مالتها مثلا، او يعني لسبب او لاخر فشلت المنظومه. فانت بهالحاله السائق ما راح يفقد السيطره على المقود، ليش؟ لانه عنده بعد جزء ميكانيكي ايضا شغال، لكن راح يعني يستطيع ان يتحكم باتجاه العجله او اتجاه السياره اتجاه السحبه، لكن شنو؟ بصعوبه، يعني يحتاج لجهد عضلي اكثر. لكن افضل مما لو انه انت تعتمد كليا على النظام الهيدروليكي، واذا به يفشل وانت تفقد السيطره على التحكم. فهذا النظام يكون مفضل، ليش؟ لان اولا هو راح يساعدك يسهل حركه المقود، وفي حال عدم يعني وفي حال فشل هاي المنظومه فانت راح تقدر تقود العجله الى لغايه ما توصلها الى بر الامان لحد ما تقوم بتصليحها وصيانتها. اذا شو يقول هنا؟ يقول توجيه هيدروليكي يتكون من ترس صغير بينيون يدير صمام توجيه. هنا عندي هذا يقصد به، هنا اكو ترس ما واضح هسه هنا بالصوره، راح اوريكم اياه بالتفصيل ان شاء الله في فيديو هسه بعد ما نكمل. يدير صمام توجيه دايركشنال فالف اللي هو هذا حكينا عليه، مفتوح المركز، هذا الصمام مفتوح المركز، ويتعشق مع ترس مستقيم راك، هذا مو صمام، يتعشق مع ترس مستقيم عن طريق هذا البينيون، هذا ايضا ترس بينيون يسموه. تحتوي المنظومة على مضخة هيدروليكية، هاي حكينا عليها مضخة هيدروليكية، تقوم بضخ الزيت إلى صمام التوجيه، هذا صمام التوجيه، والذي يقوم بدوره من هو صمام التوجيه بتوجيه الزيت إلى الخزان في وضع الحياد. يعني بوضع الحياد شو يسوي هو احنا قلنا مفتوح المركز، يعني شنو؟ يعني من المضخة إلى الصمام إلى الخزان، من المضخة إلى الصمام إلى الخزان، وهكذا دورة كاملة ما عليه شيء في وضع الحياد. وتوجيهه الى احد طرفي الاسطوانه، اما الطرف اي اللي حكينا عليه البارحه قلنا بالرموز اكو طرف اي وطرف بي، اما الى طرف الاطراف اقصد عفوا اللي هي خلينا نعتبره اي، والطرف الاخر بي، فاما يوجه الى هذا الطرف من المضخه واما يوجه الى هذا الطرف. الى اسطوانه هيدروليكيه ثنائيه الفعل، دبل اكتنج هيدروليك سلندر، في وضع التفعيل، يعني يقصد وضع التفعيل يعني عكس وضع الحياد، هذا المقصود منه. والتي تكون موضوعه بموازاه، من هي موضوع بموازاه هاي الاسطوانه الهيدروليكي؟ بموازاه شنو؟ ترس مستقيم، هذا الترس المستقيم وهاي بصفه الاسطوانه الهيدروليكي ومتصله معه، حيث تقوم الاسطوانه باعطاء قوه دفع اضافيه لمساعده السائق على تدوير، يعني هاي الاسطوانه قلنا حتساعد السائق على يعني تقلل من الجهد المبذول من قبله. طبعا هذا هنا بشكل اكبر راسم لكم اياه، يعني هم ماكو مشكله شوفوه، هذا راسم لك في حاله من الحالات، يعني هذا هسه هنا اليد يتوجه من المضخ، هذا بريشر لاين، مره يصير هذا البريشر لاين، يعني هذا الضغط وهذا الراجع، هذا الريتيان، وفي الحاله المعاكسه بالعكس هذا يصير البريشر وهذا يصير الريتيان. ولهذا انت في بعض الاحيان تشوف انت المفروض الريتيان لاين ما يكون يعني كل الصلب، انه هو ما بي ضغوطات، لكن تشوف بعض الاحيان الانبوب انبوبين الريتيرن والبريشر اثنيناتهم صلبات نفس الصلابه. ليش؟
لأنه راح يشتغلون بالتبادل، مرة هذا يكون رتيان، مرة هذا يكون رتيان، والحالة معاكسة بالنسبة للبرجر، فاثنيناتهم تكون بقوة راح تتحمل الضغط المسلط عليها. وهذا أيضا روتري فالف، يسموه هذا الروتري فالف، هو نفسه دايركشنال فالف. وبعد شنو عندنا؟ هذا البينيون، ترس البينيون، وهذا الراك يسموه، هذا كله بما فيه هو هذا الجزء المسنن المستقيم يسموه الراك. وهذا الهيدروليك بيستم يكون ثنائي الفعل لكن بذراعين من الطرفين. طبعا هنا اكو فيديو ان شاء الله بركي يشتغل، خلينا نشوفه. اكو صوت يوصلكم لو ماكو من الفيديو؟ من الدكتور اكو صوت من الفيديو؟ لا لا ماكو صوت، دكتور الفيديو ماكو صوت. كلش ممتازين، مو هو صار بالفيديو يعني، بس صوتي اذا تسمعون مو اي اي دكتور. صوت صحيح. اي هذا طلاب، هذا امامكم، هذا جهاز الجهاز اللي خلي اطلع منه حتى اقدر اقدم مؤخر. لحظه اطلع من اليوتيوب مباشره. طبعا هذا اليوتيوب، هذا اذا اشرح لكم هسه عليه بالباوربوينت ما يسجله، يعتبره يعني شلون انتهاك الحقوق النشر او هيك شيء، فاول وتالي هو ما راح يسجله، فخلينا نشوفه على اليوتيوب مباشره. تشوفوه على اليوتيوب؟ اي استاذ. ممتاز، هسه على اليوتيوب حتى نقدر نقدم نمشي على كيفنا. هذا طلاب امامكم الجهاز التوجيه الهيدروليك، قلت لكم حاولكم فيديو عليه، هذا جدا واضح امامكم. ايش تشوفون هسه؟ تشوفون انتم ببساطه عندكم هذا الراك اللي هو شنو، هذا المؤشر صار عباره عن نقطه بس، اذا تشوفوها هذا الراك. خليني اشوف شلون اقدر اسوي ماوس. هذا هاي النقطه، هذا الراك اللي هو ترس مستقيم ومتصل ايضا بالاسطوانه، هاي اسطوانه هيدروليكيه، وعندي البينيون، هذا البينيون، وهذا هو الصمام التوجيهي اللي يسموه روتري فالف، الصمام يعني الدوراني او شيء من هالقبيل. هذا وهذا وين رايح؟ هذا رايح للمقود اللي هو الاستيرن، اللي سايق عن طريقه يتحكم بتوجيه العجله. طبعا تلاحظون اكو عندي شنو هذا الصمام، هذا الصمام عاده شنو يعني، هسه اذا اريد نصنفه شنو نصنفه؟ نصنفه فور ويز. ليش فور ويز؟ لانه عندي شوفوا جزء رايح لل، هذا لو تتبعوه الى خلينا نقول اي، هاي الاسطوانه الجزء الايمن خلينا نعتبره اي، والثاني وين رايح؟ هذا الثاني، هذا الاول رايح الى الاي، هذا الاي، والثاني وين رايح؟ رايح الى البي. زين، هاي اثنين، الاثنين الباقية وين؟ الاثنين، واحد رايح وين؟ للخزان، هذا شوفوه مغلق يعني غالقيه بصامولة، هذا رايح للخزان، والثاني وين؟ جاي من المضخة. فإذا صار عندي شنو؟ فور ويز. ايش كم يعني ايش كم بوزيشن عندنا؟ أيضا عندنا 3 بوزيشن. ليش 3 بوزيشن؟ عندنا وضع حياد مثل ما ذكرنا قبل شوية، وعندنا وضع من المضخة إلى هذا الجزء، ومن الخزان الى هذا الجزء، هذا وضع. والوضع الثالث هو بالعكس، من المضخه يتوجه الى هذا الجزء، ومن هذا الجزء يتوجه لي الى الخزان. فهو هذا الصمام نقدر نعتبره نفس الرسم بالنسبه للرموز الهيدروليكيه، فور ويز 3 بوزيشن. بالنتيجه هنا شوفوا ذني انابيب ضغط عالي، اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير انه اثناء عمليه التدوير هذا الجزء راح يدور، السائق بده يدوره، راح يدور هذا الجزء، وايضا هنا هذا الصمام اثناء التدوير مصممين في شكل معين بحيث يوجه للزيت الى اتجاه اللي انا اريده. زين، فراح يوجه للزيت بجهد السائق العضلي، اضافه الى دفع الزيت راح يمكن الاستداره من خلال العجله. هاي طبعا هنا هاي مفاصل موجوده في كل الـ يعني الـ الأنظمة، سواء كان هيدروليكي أو ميكانيكي، موجودة هاي التوصيلات المفاصل اللي توصل لي جهاز التوجيه بالعجلات وتحاول تدويره. طبعا بشكل عام السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. ولو آسف عن مقاطعة أستاذ، بس والله صار ربع ساعة كل ساعة فوت المحاضرة ويطلعني لأنه نام ضعيف، يعني حسج الغياب. من حضرتك؟ الاسم ما ظاهر امام الاسم. الو استاذ ميس علي.
عادي عادي، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، وهذا النت نعرف مشاكله احنا، فماكو مشكلة إن شاء الله. زين، فهسه شو نسوي؟ هسه نحاول انه شو نسوي، نكمل انه نشوف شنو اللي راح يصير، نشوف شنو الشغلات المهمة اللي اقدر خلال هذا الفيديو اراكم اياها. فهسه يعني صار عندكم فكرة انه من ايش يتكون، جدا بسيط. التعقيد مالته وين؟ التعقيد مالته بهذا الصمام. يعني هذا الصمام، هسه اكو فيديو اخر خليكم اياه بالكلاس تشوفوا شلون راح يفسخه هذا، يعني كله يعني يفلي شيء يفسخه يراويكم ما في داخله. يعني هاي الثقوب بدها تشوفوها، هاي الثقوب هي اللي راح اثناء التدوير تربط لي مثلا اما المضخه بهذا الجزء والخزان بهذا الجزء او العكس. طبعا العطلات اللي ممكن تصير شنو بالنسبه لهذا الجهاز؟ يعني طبعا اغلبيتكم قد يكون بالمستقبل ان شاء الله او هسه الان عنده سياره او هاي، فراح قد تواجه مشاكل بهذا الشيء. في بعض الاحيان قد يشوف الاستيرن ثقل عنده، من يشوف الاستيرن ثقل عنده معناته شنو؟ عنده مشكله وين؟ عنده مشكله بجهاز التوجيه. فاللي راح يصير شنو الاعطال المحتمله؟ خلينا نقول اول عطل واللي هو ابسط عطل هي ذني نسميها الانابيب. قد تكون فالته، قد تكون مثلا من تفلت الانابيب اكيد الزيت كله راح يعني ينفذ من المنظومه وبالتالي ما تعمل. العطل الاخر قد يكون عندي نضح، يعني هاي تشوفون ذني هذا باللون الاسود، هذا مثلا هذا هذني كلها يسموها سيلز، يعني او شلون احنا نقول تشبن. ذني التشبن وظيفتها تمنع الزيت من الخروج خارج الاسطوانه، يعني تمنع النضح. فبذني من تتلف راح يصير عندي نضح بالنضح في الاسطوانه، وبالتالي شوي شوي راح يبدا الزيت شنو ينفذ من المنظومه. هذا ايضا احد الاعطال اللي ممكن تصير. المضخه قد يكون القايش مالتها ينقطع مثلا. هو شنو المضخه؟ شلون تدور؟ عن طريق المحرك. شلون تدور عن طريق المحرك؟ اكو فدر قايش او احنا نسميه حزام ناقل وبكرات، فهذا قد ينقطع، المضخه ما تشتغل، المنظومه بعد ما تشتغل. فشوف انت فقط الجزء الميكانيكي يقوم يشتغل عندك، وبالتالي تحس انه الجهاز التوجيه صار بنوع من القوه او يعني يدور بصعوبة. فهاي يعني هو جهاز بسيط، ما بي ذيك الأعطال القوية، وعملي يعني كل ما تشوفون هسه أمامكم. هاي شوف شنو بعد ما اتصور بيه بعد شيء مهم. زين دكتور، سؤال. تفضل. اكو مشط ستيرن كهربائي صح ولا يعني ما بيدهن، شلون يشتغل؟ كهربائي ما انا صراحة ما اعرف شلون قصدك كهربائي، بس اللي اعرفه انه الكهربائي اخاف تقصد بي يعني صمام كهربائي سولينويد يعني احتمال. مرحبا دكتور. لا اي بس يبقى بيده. إيه. نعم دكتور بلا زحمة، تفضل. اللي يقول عليه الكهربائي هو مو كهربائي حرفيا، يعني نعم اذا عندك معلومة تقدر تفيدني بيها. كل ما بالموضوع انه المضخة الهيدروليكية مو ميكانيكية، تكون كهربائية، يعني ما تاخذ حركتها من عمود المرفق، أحسنت، من المحرك. نعم هذا أيضا، تاخذ هذا حركتها يعني من محرك كهربائي صغير بداخلها مثل السلف الستارتر، هيك تكون يعني محرك خاص بها يكون. وهي كهربائيه، تكون يعني هي المضخه الهيدروليكيه اللي تتحكم بالباور ستيرنج كله نعم تكون كهربائيه، يعني شكرا شكرا، هاي أيضا، هذا أيضا توضيح أيضا إذا موجود. حتى التراكترات الحديثه، نعم صارت هيك نظامها، انه المضخه الهيدروليكيه كهربائيه في سبيل تخفيف الحمل عن المحرك، لانه هذا أحسنت كلهن ياخذن طاقه من المحرك، البكرات أحسنت والعتلات اللي عليه. بالضبط بالضبط. ولهذا يعني الكهربائي هسه قلت لك، أما مثل ما يعني قلت لك قد يكون الصمام، هذا الصمام قد يكون يعني سولينويد يتحكم به، أو مثل ما تفضل زميلك يمكن حيدر، إذا ما أنا مشتبه حيدر، مو حيدر أياد، مرات الصوت شو ما أميز زين. حيدر مو حيدر، العفو. أعتقد اسمه محمد. لا لا انت هسه طرحت هذا طرح لا حيدر العفو، اسمك. لا أنا محمد خضير. ها محمد خضير، اسف، شوف اشتبهت بصوتكم. لا على عادي. كل على كل حال محمد، طبعا محمد هذا التوضيح مالته يكون ربما اكثر يعني اكثر منطقي من التفسير اللي انا قلته.
اللي هو يكون مضخة خاصة، العفو محرك خاص به، وهذا احنا ما اشرنا الى سابقا، قلنا المضخة تاخذ حركتها اما من محرك احتراق مثلا اللي هو شنو، مثلا محرك الساحبة، محرك السيارة، اي محرك، هذا محرك احتراق، او تاخذ من محرك خاص بها كهربائي يكون. مثل ما تفضل هسه محمد، المحرك ما راح يربط به فقط مضخة الباور ستيرنج، راح يرتبط به مثلا جهاز هذا الكامات، راح يرتبط بجهاز هاي الووتر بامب، الاويل بامب، هاي كلها تاخذ جهد من المحرك. فهم حتى مثل ما قال، حتى مثلا يقللون جزء من هذا الجهد. وليش انا افقد قدره المحرك، جزء من قدره المحرك افقد للمنظومه هاي، فسووا لها محرك خاص بها، ولهذا يسموه كهربائي. لكن هو الاساس العمل يكون واحد، لانه انت ما ممكن تعمل هي بدون زيت، ما ممكن تعمل بدون زيت. شكرا على السؤال. من هو سأل السؤال كان قبل شوية؟ أنا دكتور محمد همام. شكرا، شكرا لهذا المداخلة محمد، وشكرا لمحمد خضير اللي هم أفادنا معلومة جديدة. العفو أستاذ. طلاب هسه اللي هنا صار واضح، حتى نشوف اكو فيديو اخر هسه انا محضر لكم اياه هنا. هذا الفيديو الثاني راح يفسخ لك مثل الباور ستير، ان يفسخه امامك. بس خلينا نشوفه وين هو، انا حضرته هنا خليته. شوف هنا، معدات وضعات هذا كده. هاي الإعلانات والله خبلتنا. خلينا نرجع من البداية، منه هذا ايش راح يسوي؟ اكو باور ستيرن قديم راح يعني يتلفه، بس يراوينا شنو اكو بداخله. طبعا هنا تشوفون هسه هنا هاي مين جاية، هاي منه، خلي اكبر الشاشة، هذه جاية من الستيرن، جاية من الستيرن مربوطة عن طريق هاي مثل يسمون الكابلن او هيك شيء. زين، وهنا عندي شنو، عندي مضخة، او عفوا اسف، هنا صمام اكو عندي، وهذا الصمام رايح الى هاي الاسطوانة. هسه من بينه، خلي نمشي الفيديو حتى تبين عندنا. لاحظ، لاحظ اثناء عملية التدوير شنو اللي دا يصير عندي. راح يبدي يدور الستيرن ويراويك انه شنو اللي دا يصير. ستيرن هاي دا تشوف يندفع بهالاتجاه او بالاتجاه المعاكس. الاسطوانه مالتي وين راح تكون؟ راح تكون هاي الاسطوانه مالتي، هذا هنا عندنا جزء وجزء هذا منه، هذا هو الكنترول، هذا هو الكنترول مالتي. هاي راح يبدي فسخه، نمشي شوي الفيديو. هذا نفس اللي شفته قبل شويه، لكن هذا يعني حقيقي، مو نموذج يعني مثل هذا الاصفر اللي قبل شوي شفناه. طبعا ذاك كلش واضح كان، لكن حتى تشوفوا هاي طبعا الخريطه مالته، يعني شو مثل الكتالوج اللي هو شلون يربط اذا اردت هذا الراك يسموه، او المشط، مشط السيرن، واذا النهايه الصامولات هاي يسموها الواشرات وغيرها. وعندنا ايضا هاي اكو هذا، شوفوه دائما هذا الاجزاء اللي تتخلى بداخل هذا الجزء دائما تحتاج الى تشحيم، فيغطوها بهذا الجزء حتى شنو، يمنعون عنها الاتربه والرطوبه وغيرها. زين، بعد شنو عندنا، هاي الاجزاء مو خاصه فقط بالنظام الهيدروليكي، موجوده حتى النظام العادي موجوده. شوف شنو هسه، هذا فتحه، هذا لو تلاحظون هذا الجزء، هذا الجزء الدوار اللي راح يدور لي الصمام، هذا الصمام. زين، راح يدور لي الصمام، ذني مثل الواشرات، ذني ايضا قد تتلف، واحد يعني يكون يعني يبدلها اذا صار بها تلف، ولو هي ما عليها شيء، لكن في حال انه تلفت يعني. هذا هو الصمام، ده تشوفوه امامكم، صمام الروتيشن راح يفتحه امامكم حتى تشوفون شنو اكو بداخله. هذا البينيون اللي حكينا عليه، هذا البينيون دوار، هاي هي الاسطوانه نفسها، الاسطوانه لاحظوا، لاحظوا شلون
الترتيب مالته هذا هو المكبس، هذا هو المكبس مالته. بس هنا ولو هو مو موضوعنا لكن الشيء بشيء يذكر، هذا المكبس وين مساحة التأثير مالته برأيكم؟ حكينا عليها سابقا لا تذكرون، مساحة التأثير هو هذا الجزء الأسود خلينا نقول، مو كلها يعني انت تحسب مساحة التأثير تريد تحسب القوة او غيرها، هاي مساحة التأثير هو هذا الجزء فقط مو الجزء اللي يحتوي على الرود او اللي يحتوي على الذراع، هذا المكبس. عفوا عفوا هو هذاك شو اسمه، اسف ذاك مو المكبس، ذاك اللي شو احنا نقول السيل اللي يمنع خروج الزيت من الاسطوانه، هاي السيل اللي تمنع خروج الزيت، المكبس يكون انا اسف اشتبهت، هذا المكبس، هذا هو المكبس. فايضا هو مساحه التاثير هي فقط هاي، فقط هاي الحلقه الخارجيه، هذا الجزء الميكانيكي، هذا الترس المسطره او مشط الستيرن يسموه، هذا الجزء الميكانيكي من جهاز التوجيه، وهذا هو الجزء الهيدروليكي اللي يحتوي على الاسطوانه والمكبس وايضا الصمام والمضخه. اذا صار عندنا مكبس وهاي اسطوانه وهذا الصمام، الصمام من ايش يتكون؟ شنو اكو بداخله؟ قد يكون هو شويه تركيبه قد يكون معقد بالداخل، لكن هسه هو راح يفسخه ونحاول انه نفهم اكثر ما نتمكن ان نفهمه منه طريقه عمل هذا الصمام. هنا ايش يقول لك هذا الصمام يوجه الزيت الى هاي النقطه، فراح تندفع المكبس بهذا الاتجاه، راح يندفع بهذا الاتجاه، وهذا طبعا يروح يرجع الخزان. في الحالة المعاكسة راح يوجهها إلى هاي النقطة ويرجعها بالاتجاه المعاكس، هذا هو الكنترول، هذا هو صمام التوجيهي الكنترول. بي طبعا شوف ايش كم منفذ إنه أوت، ومنها أيضا بي منفذين، يعني واحد للمضخة واحد للخزان، والمنفذين الآخر هذا صمام التوجيهي. لاحظوا مثل الاسبول، هذا بي أيضا غرف زين، يعني المحاضرة كلها دهن. شوف هنا خال لك سهم طلاب، حتى يعني بعض الأحيان قد واحد منهم يعني يفتح الصمام قد يجي يربطه بالعكس، فهو خال لك بالمنظومات الهيدروليك عارة، حتى بالمضخات بالهاي عارة، أن يخلي لك أسهم، هاي الأسهم حتى شنو تعرف أنه مرات يكتب لك عليها مثلا بي تي، هاي الرموز اللي بي يعني بامب، تي يعني تانك، فتعرف انه كل شيء وين راح يربط. هاي هنا اكو فتحات، اذا الفتحات من خلالها يعني جوا هسه بداخله يعني احنا ما نقدر نشوفها، اكو ممرات، فيربط لي مثلا هاي الفتحه ويا هاي الفتحه جوا بالداخل، او بالعكس هاي الفتحه، شوف اكو ممرات لهاي ممرات، فاثناء التدوير راح تربط فتحه مع فتحه توصل لي زيت من الفتحة مثلا مال البامب إلى الفتحة الـ A، أو من فتحة البامب إلى فتحة الـ B، أو إلى التانك، وهكذا. يعني أثناء ما عملية تدوير الاستيرين راح تدور هاي الفتحات، راح تتطابق فتحة مع فتحة، فراح تنقل لي الزيت من مكان إلى آخر اللي أنا أريده. هذا فلشة كسرة طبعا، بس ما يخالف في سبيل أنه نتعلم يعني. هذه فيديوهات طلاب راح اخلي لكم اياها، انتم حاولوا هم يعني تراجعوها اكثر من مره او تشوفوها حتى يصير عندك فكره انه شنو الكنترول، شنو مثلا الجهاز التوجيه. دائما احنا نسميه باور ستيرنج، باور ستيرنج يعني نظام هيدروليكي، نظام توجيه هيدروليكي. طبعا هو بيه هوايه كلام، دي يحكي هوايه حكي، بس يعني هذا الملخص مالته. طلاب لهنا اكو اضافه، اكو استفسار، اذا احد عنده معلومه اضافيه يقدر يضيف لنا هم حتى تكون المحاضره